السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناتنا. نواصل سلسلة الدروس حول الضرب، نظرا لأهمية هذا الدرس بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة. نكرر دائما أن تساوي المجموعات شيء مهم جدا في عملية الضرب والتكرار. لاحظ، اكتب العدد المناسب في الخانة. إذا المجموعات في كل منها كم عنصر؟ إذا كم مجموعة لدينا هنا من الصورة؟ إذا 1 2 3 4 5، إذا لدينا 5 مجموعات، في كل مجموعة بها عنصران. جيد، اليوم سنأخذ درس أول جدول ضرب، وهو الضرب في 2. الضرب في 2، لم نأخذ جدول الضرب في 1. أي عدد نضرب يضرب في 1 مباشرة يساوي ذلك العدد. 1 في 2 2، إذن أي عدد 5 في 1 5، إذن أي عدد يضرب في الرقم 1 يساوي نفس العدد. هذه كقاعدة نحفظها جيدا. نذهب إلى جدول الضرب رقم 2. كم عدد العيون جميعها؟ إذن هنا كم لدينا؟ نقوم نبدأ بعدها. 2 2 2 و 2. لو قمت بعدها، 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 تساوي كم؟ أحسنتم، تساوي 8. إذن عدد العيون هنا، لأجل الناتج أعد المجموعات عملية الجمع، لكن مع أن أننا يمكن أن نكتبها عن طريق عملية الضرب. إذن ناتج الضرب 8 هو العدد في كل مجموعة. إذن العدد في كل مجموعة، هذه المجموعة الأولى، لو أخذنا دائما المجموعات، إذن هذه المجموعة الأولى بها 2، وهذه المجموعة الثانية بها 2، وهذه المجموعة الثانية الثالثة بها 2، والمجموعة الرابعة أيضا، توقف القلم، والمجموعة الرابعة أيضا بها قلم، عفوا بها 2. العدد في كل مجموعة هو 2. إذن كم مرة تكرر في عدد المجموعات؟ إذن 2 في عدد المجموعات. أول شيء في الضرب ننظر ما بداخل المجموعة، هو 2، ثم نعد عدد المجموعات، وهكذا نحول الجمع إلى ضرب. لأجل ناتج أي عدد في 2، أجمع العدد نفسه مرتين. إذا جدول الضرب 4 في 2، كأنني جمعت 4 مرتين. لو أخذنا مثلا 1 في 2، 1 في 2، كأنني جمعت الواحد مرتين، كأنني 1 زائد 1. 2 في 2 4، كأنني جمعت 2 مرتين، هذا ما معناه. 3 في 2، كأنني جمعت 3 مرتين. 4 في 2، نعم، كأنني جمعت العدد 4. إذا أي عدد مضروب في 4، كأنني أجمع ذلك العدد مرتين. 5 في 2 10، هي 5 زائد 5. 6 في 2 هي عبارة، لا، نكتب على البنت الحلوة الجميلة، سنكتب بجانبها، هي 6 زائد 6 فتساوي 12. 7 في 2، كأنني جمعت 7 مرتين. 8 في 2 هي 8 زائد 8. 9 في 2 هي 9 زائد 9. 10 في 2 هي 10 زائد 10. إذا لما أقول جدول ضرب 2، كأنني ألي عدد مضروب في 2، كأنني جمعته مرتين. نأخذ على سبيل المثال هذا التطبيق. إذا 1 في 2 2، 2 في 2 4، 3 في 2 6، 4 في 2 8،
خمسة في اتنين عشرة، ستة في اتنين اتنى عشر، سبعة في اتنين اربعة عشر، تمانية في اتنين ستة عشر، وتسعة في اتنين تمانية عشر، وعشرة في اتنين عشرون. ما عليك عزيز التلميذ إلا أن تحفظ هذا الجدول كما تحفظ اسمك، فقط يجب أن تحفظ كما تحفظ اسمك. نذهب إلى التطبيق. كم رجلا لستة بنات؟ كم رجلا؟ إذا الإنسان كم رجل يملك؟ يملك اثنان، ولكن لستة بنات. إذا أذهب إلى رقم ستة، إذا ستة هي الحل، هو اثنا عشر رجلا، اثنا عشر رجلا. كم يدا لخمس بنات؟ اليد كم نملك من يد؟ نملك يدان، ولكن لكم؟ كم مرة ستتكرر؟ كم مجموعة هنا؟ خمسة بنات، خمس بنات. إذا نذهب إلى الرقم خمسة. إذا خمسة في اثنان تساوي عشرة. إذا عدد الأيادي، الأيدي لخمس بنات هو عشرة، عشرة أيادي، لأن كل بنت تملك يدان، يدان. لنسجل ونتأكد من معلوماتنا ونحاول تطبيق المفاهيم التي تعرفنا عليها، اكتب جملة الضرب المناسبة. إذا كم مجموعة لدينا؟ قلنا الضرب هو العدد المكتوب داخل مجموعة، كل مجموعة. هنا ما هو العدد؟ هو اثنان، وعدد المجموعات هو ثلاثة. إذا اثنان في ثلاثة مباشرة تساوي ستة. هنا عدد المجموعات داخل كل مجموعة ماذا لدي؟ أربعة وجوه بشوشة. إذا كم مجموعة لدي؟ مجموعتان في اثنان، إذا أربعة في اثنان تساوي ثمانية. أكمل بالعد اثنان، بمعنى في كل مرة أضيف اثنان. اثنان ثم لدي أربعة، أضيف اثنان تصبح ستة، ثمانية، عشرة، اثنى عشر، أربعة عشر، ستة عشر، ثمانية عشر، وعشرون. بمعنى أن جدول الضرب في اثنان هو تكرار العدد الذي هو مضروب في اثنان مرتان. مثلا أربعة في اثنان هي عبارة عن أربعة زائد، هي عبارة عن أربعة زائد أربعة. كل عدد مضروب في اثنان كأنني أجمعه مرتان، أو أستعين بعملية القفز، زائد في كل مرة أقفز باثنان. املأ الفراغ بالعدد المناسب لتصبح جملة الضرب صحيحة. ما هو اثنان؟ ما هو العدد الذي أجمعه مرتان ليساوي اثنان؟ ثمانية. إذا هو أربعة. إذا العدد الذي أضربه في اثنان هو أربعة. دعونا نطفي بعض الألوان على الإجابات حتى تكون. إذا هو أربعة. ثلاثة في اثنان، وأنني العدد ثلاثة أجمعه مرتان، ثلاثة وثلاثة هو ستة. ما هو العدد خمسة؟ كم مرة أكرره حتى تحصل على عشرة؟ إذا مرتان. وهنا نكون أنهينا. لا يبقى الشيء المتبقي إلا أن تحفظ هذا الجدول كما تحفظ اسمك، وبالتوفيق عزيزي التلميذ.